الفقرة الأولى بتعمل صداع ودوخة وزغللة وعدم اتزان ونبضات في القلب سريعة وكتمة نفس وإمساك. الفقرة الثانية والثالثة بتعمل صفارة في الودن حتى لو بسيطة، أو طنين، أو إن الودن تبقى مقفولة، أو في ألم في منطقة عظم الأذن. دي بتأثر معايا. بتأثر معايا كمان في الفقرات الثالثة والرابعة، بتعمل صعوبة في البلع، وعلشان الفقرة الثالثة والرابعة في وتر ماسك ما بينهم علشان الفك، فلما بيحصل فيه ان الفقرة بتتحرك بتحرك الفك معاه، وده بيؤدي معاه لو انا حاطط ايدي كده على الفك وبفتح واقفل اسمع صوت طقطقة. ده الفقرة الثالثة. وتعمل ايه؟ تعمل كمان خمول في الجسم عشان بتقلل السائل اللي بينزل من المخ اللي هو اسمه CSF، بينزل يغذي اعصاب العمود الفقري. فطبعا ده بيأثر معايا ان العمود الفقري كله ما بفيش تغذية ليه، وده بيأثر معايا ان بيبقى فيه خمول للجسم، عدم القدرة. الفقرة الرابعة وهي بتمسك الحجاب الحاجز اللي هو الديافرام، الحجاب الحاجز اللي مسؤول عن الجزء من النفس. الفقرة الرابعة دي لما بتبدأ تأثر على الحجاب الحاجز في التنفس، بتبدأ تأثر على المعدة، فإن هي تضغط على المعدة فما تبقاش حركة الإنزيمات بتاعتها مظبوطة، فتبدأ تعمل ارتجاع مريء. تمام. أحس بأن أنا عايز أرجع، أو في حموضة في مكان الزور هنا. تمام. ده الفقرة الرابعة. الخامسة والستة والسبعة بتطلع منها الضفيرة عصبية، بتعدي تحت عضمية الترقوة وتبدأ تغذي الأعصاب بتاعت الإيد، تبدأ تعملي تنميلة، ألم في مفصل الكتف، ألم في الكوع، مفيش ريحية في رفعة الإيد، أنا ونايم في تقل في الإيد، أصحى الصبح ألاقي إيدي ورمة، وده بسبب أنها بتضغط كمان على الوريد اللي هو تحت الكلافيكل هنا تحت عضمية الترقوة. لما بتضغط على الوريد يبقى الدم اللي بيغذي الايد قليل، فيبدا فتحه الايد وقفلتها تقيله، واحس ان انا الصبح عايز اصحى من النوم عايز افتح واقفل ايدي كتير. فدي من الاسباب اللي بتاثر كمان معايا في فقرات الرقبه. ففقرات الصدريه بتاثر معايا على الجهاز الهضمي، في تقل في النفس، علشان طبعا اي حركه في فقرات الصدريه هنا بتاثر معايا كمان على الضلوع، ولو اثرت معايا على الضلوع بتاثر معايا في الميكانيزم بتاع حركه التنفس، دي ما بتعلاش وبتنزل بنفس الطريقه. طبعا لو في فقره من الفقرات دي اتحركت بتبدا تاثر معايا ان المفصل ما بين الضلع من ورا لقدام بيبدا ما بيبقاش منتظم، فبحس بنغزه في الصدر من قدام لورا، بحس بكتمه نفس، بحس بكركبه في المعده، عشان طبعا ده تحتي غشاء اسمه البريتونيوم، ده الغشاء ده بيبقى شامل الاعضاء كلها. وده لما بيبدا يتاثر بقى الفقرات الصدريه بيبدا ياثر معايا كمان على كركبه المعده، على الجهاز المناعي، علشان طبعا الجهاز المناعي مسؤول من الفقره السابعه في فقرات الرقبه للفقره الثانيه في القطنيه. حلو. فالجهاز المناعي بيبدا يتاثر، يبدا يتاثر معايا كمان الحركه بتاعه المعده، وبتبدا تحسسني بالم ما بين الضلوع قدام والالم اللي ما بين لوحه الكتف والعمود الفقري.